هلا احد كمان الديفايسز بنستخدمه بشيء اسمه اوبتو كابلر. الاوبتو كابلر تختلف عن الاوبتيكال سبوت سويتش رغم انها ظاهريا تشبه المبدا العمل تبعها. طيب من واحد واثنين مثلا هذه احد الامثله اللي جبتها سي ان واي 17 في عندي هون فوت ال اي دي. فال اي دي نفس الشيء بنفس الطريقه بركبه بالدائره بحط كرنت ليميتنج ريزيستر وهون ال اي دي وهي راح تكون الدائره نسميها سورس سيركت وهون راح يكون عندي بنفس الطريقه راح يكون في عندي هون الفوتو ترانزستور الموجود هون ما راح نستعمل البيس فهاي السكه راح تضلها انكونكتد الا اذا في حاله معينه بهاي الحاله ما اعطيني اياها هو بس احنا راح نركز على الكوليكتر والاميتر تبعون الفوتو ترانزستور راح نركب هون لكن هذا الاختلاف الاساسي الان ايش الاختلاف الاساسي الهدف من الاوبتو كابلر هو عزل الدائرتين يا اما لغرض النويز يا اما لغرض الايسوليشن انه هاي السيركت بديها كهربائيه تكون مختلفه تماما عن الدائره اللي موجوده هون فاذا بنحط هون خط مقطع مثلا احمر هاي الدائره راح تكون معزوله تماما عن الدائرتين هذه دائره كهربائيا وهاي دائره كهربائيا وهلا هون عندي هذا الاوتبوت مثلا هذا نفترض هون جراوند حتى هون راح احط انا شكل الجراوند مختلف عشان اكد انه هاي الدائره مختلف عن الدائره هون راح يكون عندي فرضا مثلا 12 فولت او 5 فولت وهاي مثلا نفترض انه في عندي لا هون هاي الدائره بتسمح لي انا بتذكر من الداتا شيت موجوده الداتا شيت في اخر هاي اظنها بتسمح لي لحد 1 كيلو فولت ديفرنس ممكن يكون في عزل مقدار 1 كيلو فولت بين هذول الجهتين اللي موجودين هون فبتقدر تعزل فولتج عالي فلو عندي انا دائره فيها فولتج مثلا افرض هاي لوجيك سيركت وهذه باور سيركت مش ممكن تكون ممكن تكون هاي السيركت اللي بتشغل اس سي ار يعني ممكن تكون هاي الدائره بتروح من هون هلا مقاومه هون راح نحط حتى نوضحها 100% راح احط هون هي 5 فولت هاي راح تكون جاي كانها هيك هاي ال 5 فولت ما لها اي علاقه بال 5 فولت اللي موجودون هاي بدي احط انا بطاريه او احط فولتج سورس ماشي واضح شو قدرت اشغل بالطريقه هاي هذا الاس سي ار بقدر اعمل فارينج لهذا الاس بدي اعمل فارينج لهذا الاس سي ار بشغل البلس اللي من هون البلس بتشغل ال اي دي الـ LED بنقل إشارة للفوتو ترانزستور، الفوتو ترانزستور راح يصير أون راح يعطيني هون 5 فولت راح أشغل الجيت كاثود ولازم أشبك التنين طبعاً. لازم أشبك هذا عشان بقدرش أشغل الجيت لحاله لازم يكون في عندي ريفرنس بالنسبة لهي وهذا صار كأنه زي تاي داون ريزستور من هون. وهاي ممكن تكون الدائرة فيها مثلاً 230 فولت أي سي. بس هذا معزول تماماً عن الدائرة اللي موجودة هناك، ما فيش ارتباط بين الدائرتين. كل اس سي ار بده دائرة زي هاي. انترفيس سيركت اوكي والهدف ممكن كمان اعمله عشان النويز يعني ممكن تكون هاي العمليه نعزل نعمل العزل هذا عشان النويز ابعد دائره يعني افرض انت عملت هلا بيك مايكرو كنترولر بيك مايكرو كنترولر طلعت منها اوتبوتس هلا الاوتبوت بنفترض انه بدك تشغل فيها انت دي سي موتور هيفي دي سي موتور وهي اي جي بي تي هذا مثلا هون نفترض مثلا 20 امبير نفترض هذا هون 200 فولت دي سي 200 فولت دي سي وهذه البيك مايكرو كنترولر مشبوكه على بيرس مختلف وبدي اعزل هاي الدائره عن هاي الدائره لانه هاي اذا شغلت هذا وكان الكومن نفس الكومن اللي موجود هون راح يصير في عندي نويز على هاي افرجيك ليش لو احنا ما حطينا اوبتو كابلر راح يصير عندي هذا
يكون شبكتها هيك. هاي الطريقة الغلط، بس نشوف ليش غلط وايش المشكلة اللي بتصير فيها. هون في عندي كارنت عالي مقداره 20 امبير عم بمر. وهلا اجينا طلعنا شغلنا الدائرة مثلا، نفترض انه عملت انا هون الاوبتوكبلر، حطيت هون يو ال ان درايفر، واليو ال ان درايفر مثلا دخلته من هون هاي ريزيستر، وحطيت هون بي ام بي ترانزستور على ال 200 فولت او على 20 فولت، بعدين حطيت كمان مقاومة شغلتها. هاي ممكن تشتغل الدائرة نظريا تشتغل. بصير لما بدي اشغل الموتور الدي سي موتور شو بعمل هون؟ بحط هاي. اذا حطيت هاي هون ايش بصير هذا؟ لو خلينا نفترض حتى هاي خليها 5 فولت، نفس دائرة 5 فولت تبعت البيك. هاي البيك داخلها مثلا زائد 5 فولت نفس السبلاي. لما بتصير هذه لو ايش بصير بهذا الترانزستور؟ هذا على فكرة بي ام بي هاي بتشتغل هاي، فبصير اون. لما يصير اون ايش بعمل في الاي جي بي تي؟ شغل. لما شغل الاي جي بي شو بصير الموتور؟ بيشتغل. شو المشكلة بالدائرة؟ البيت تسرع على 20 ملي امبير على صوته. البيت تسرع على 20 ملي امبير ماشي. ما انا حطيت، انا حطيت امبليفاير كويس، كلامك جيد. انا حطيت امبليفاير، هذا الامبليفاير بيقدر يضخم لحد 500 ملي امبير، وانا حاطط كمان هون. يعني هاي ما بدها، هاي الدرايفر هذا اليو ال ان درايفر ما بحتاج غير 20 ملي امبير، ما في مشكله نظريا رح تشتغل الدائره. شو المشكله؟ النويز تبع النويز. كيف؟ وين النويز؟ ايش النويز اللي بصير؟ انا هون رسمتها هذه بشكل خصوصي، رسمتها هيك. هاي راح يكون الخط له فيه مقاومه صغيره جدا، بس مقاومه. يعني ممكن تكون المقاومه هون 0.1 في ليكج كمان بيرجع على البيك. اه بالضبط. هلا بدي افرجيك انا شو بصير. هلا من هون 20 في 0.1 قديش؟ 2 فولت. هذا الكرنت اللي ماشي هون كرنت عالي جدا بالنسبه للبيك مايكرو كنترولر. لما يمر هون لاحظوا هذا كومن جراوند، لما يمر 20 امبير في 0.1 اوم قديش الفولتج دروب عليه؟ هذا طبعا سلك، هو سلك رفيع بس له مقاومه 0.1 اوم. لو مر فيه 1 ملي امبير ما ببين الفولت عليه، بس لما يمر فيه 20 امبير قديش بصير الفولتج دروب هون؟ 2 فولت. هذه كلها السبلاي تبعها 5 فولت. شو صار بالكومن تبع البيك؟ صار 2 فولت. ارتفاع صار 2 فولت، صار عندي هون 3 فولت ودخل نويز هاي على البيك مايكرو، فراح تصير البيك مايكرو كنترول فيها اخطاء بالاوتبوت. هاي مشكله النويز. اذا الاصح شو اعمل؟ اعزل هدول التنين عن بعض تماما، فاعزل هاي عن هاي تماما، يكون هدول دائرتين مختلفتين تماما. بنعملهم بالطريقه هاي، بصير هاي السبلاي تبعها اللي هو ال 200 فولت هون. دكتور في كرنت صح ممكن يرجع عندك بهي الطريقه؟ هو هذه الفكره، هاي الفكره رح تصير من هون، رح يصير عندي هون الكومن الجراوند. هذا مشكله الجراوند ما بين التنين، فاحنا بنحط هون جراوند مختلف تماما. بعدين هون انا بحط مثلا نفس الشيء. هلا ممكن احط هذه هاي ريزيستر وهي اوبتوكم وهاي 0.5. هاي الكرنت ليميتنج ريزيستر، هذا راح يشتغل هون. مين راح يشغل؟ هاي الفوتو ترانزستور. الفوتو ترانزستور راح اعطيه انا سبلاي من هون مثلا 20 فولت، وبكون انا عامل له دروب داون. بعدين عندي هذه هيك، وهلا باخذ الاوتبوت من هون بشغل فيه الاي جي بي تي. صارت هاي الدائره الكهربائيه معزوله تماما عن هاي الدائره الكهربائيه. هذا بيعزل الفولتج، هون عزلنا الفولتج عن التنين، هون تخلصنا من اي نويز ممكن ينتقل من هاي الدائره لهاي الدائره. هاي دائرة معزولة تماما عن هاي الدائرة، بس الإشارة عمالها تنتقل. هاي الإشارة ممكن كمان تكون بلس ويت موديليشن، مش شرط إنها تكون بس اون اوف. ليش بدي أعمل بلس ويت موديليشن؟ عشان أغير الفولتج الأفرج فولتج على المصدر، أغير سرعته، مش هيك؟ مش هذا سريع جدا، ممكن إنه ياخذ فريكونسيز لواحد كيلو هرتز، 2 كيلو هرتز مثلا، 3 كيلو هرتز حسب الداتا شيت اللي هو ال تبعته. أوكي ماشي؟